بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد examples of catalytic hydrogenation process using noble metals as catalyst. هنعمل catalytic hydrogenation باستخدام النوبل metals كعامل حفز. النوبل metals اللي هي المعادن النبيلة، ودي المعادن اللي بتقاوم التآكل والتأكسد في وجود الهواء الرطب، ومن أمثلتها الروسينيوم والبلاتينوم والباليديوم والذهب والفضة. تمام، أول مثال هناخده معانا هو المركب ده. المركب ده اسمه بنزايليدين أسيتوفينون. آدي البنزايليدين أسيتوفينون. تمام، واحنا هنعمل له كاتاليتيك هيدروجينيشن. يبقى آدي الهيدروجين، وقلنا هنستخدم نوبل ميتال، فاحنا هنستخدم البلاتينوم. عنده 25 درجة مئوية وثلاثة اتموسفير. طبعا احنا عندنا هنا دبل بوند وسي دبل بوند او، فاللي هيحصل لها هيدروجينيشن هي الدبل بوند، هيتضاف هيدروجين على كل كربون، وهتفضل السي دبل بوند او زي ما هي. فادي المركب بتاعنا. المركب ده طبعا اسمه بنزايل اسيتو فينون. تمام، طبعا ليه هنا الدبل بوند هي اللي حصل لها هيدروجينيشن والسي دبل بوند او فضلت زي ما هي؟ ده هنجاوب عليه بعد شويه ان شاء الله في تيبل بيوضح لنا الرياكتيفيتي توردز الكاتاليتيك هيدروجينيشن بالنسبه للفانكشنال جروبس. لكن قبل ما نسيب المركب بتاعنا ده اللي هو البنزايليدين اسيتوفينون، المركب ده مهم. المركب ده له اسم تاني، هو الكالكون. والكالكون ده ناتشرال برودكت موجود في اشجار، هي اشجار الزيزفون اللي اسمها تيليا تومينتوزا، وموجود ايضا في نبات اخر مش شجري اسمه ليبيدو سبيرما. تمام، فالكلينيكال ستاديز والبري كلينيكال ستاديز للكالكونز والديريفاتيفز بتاعه الكالكونز كمان قالت لنا ان عندها سيجنيفيكانت افكت كانتي ديابيتك بتعالج السكر، وانتي كانسر بتعالج السرطان، انتي انفلاماتوري بتعالج الالتهابات، انتي مايكروبيال ضد الميكروبات، انتي اوكسيدنت ضد الشقوق المؤكسده او العامل المؤكسده، انتي باراسيتك ضد الطفيليات، فيزيكو اكتيف ليها تاثير نفسي، نيورو بروتكتيف ايجنت كمان تاثيرات عصبيه، بيسايد ان استخدمت في تريتمنت بتاعت الكرونيك فينوس انسفيشنسي، وكمان في علاج الكانسر. تمام، ده يعتبر تلخيص للفوائد بتاعت الكالكونز. فهو تأثيراته كأنتي ديابيتك بيعالج السكر بانه بيخفض البلاد جلوكوز ليفل، بيعلي السكريشن اوف انسولين. تمام، بيقلل الجلايكوجين ان ليفر، والجلايكوجين دي اللي هي عبارة عن برانشز من بوليساكرايدز من الجلوكوز، بتبقى سلاسل طويلة ومتفرعة من الجلوكوز، وطبعا بتوجد في الليفر وبتبقى عاملة زي ستورج للانرجي لما الانسان بيحتاج طاقة. في انزيم معين بيكسر الجلايكوجين دي للجلوكوز، فطبعا لما تتحول للجلوكوز هيبتدي يعلى مستوى الجلوكوز في الدم، فده هيبقى شيء مش مطلوب، فهي بتخفض تكوين الجلايكوجين. كمان بتقلل اللايبوجينيسيس، واللايبوجينيسيس ده اللي هو تكوين الشحوم في الجسم، وهو عبارة عن تحويل الفاتي أسيدز والجليسرول لفات. تمام، كمان الكالكونز ليها انتي مايكروبيال افكت، انتي فانجل افكت، وانتي باراسيتك افكت زي ما قلنا، وليها انتي انفلاماتوري افكت. كمان هي ليها سايتوتوكسيك افكت، الافكت ده بيكون مفيد في استخدامها كعلاج للخلايا السرطانيه لانها بتقلل السيلولار بروليفيريشن. فلما بتقلل الانتشار الخلوي او التكاثر الخلوي بيمكن استخدامها كانتي كانسر. تمام، المثال التاني معانا هو المركب ده، والمركب ده اسمه 4 فورمايل
سايكلوهيكسين. يعني طبعا نبدأ الترقيم من هنا، 1 2 3 4، يبقى 4 فورمايل سايكلوهيكسين. هنعمل له كاتاليتيك هيدروجينيشن، يبقى ادي الهيدروجين في وجود الباليديوم المرة دي ككاتاليست، وعند 75 درجة مئوية و3 اتموسفير هينتج لنا المركب ده. فحصل برضو هيدروجينيشن للدبل بوند وسبنا السي دبل بوند او. المركب ده هيكسا هيدرو بنزالدهايد. تمام. المثال اللي بعد كده، المركب اللي قدامنا ده، وده اسمه ايسايل 4 نيترو بنزويت. تمام. ايسايل 4 نيترو بنزويت، هنعمل له كاتاليتيك هيدروجينيشن، ادي الهيدروجين والمرة دي في وجود البلاتينم، هينتج لنا المركب. فتحولت هنا ال NO2 ل NH2، واصبح المركب بتاعنا ايسايل 4 امينو بنزويت. والمركب ده له اسم اخر مشهور به، هو بنزوكين. والبنزوكين ده بيستخدم كدرج، كأنتي فوميتنج دراج، وله ايضا تأثير في علاج الكحة وتسكين الألم. هنكمل أمثلة على مركبات تانية، وهناخد التيبل اللي بيوضح لنا the order of decreasing of reactivity towards catalytic hydrogenation في الفيديو اللي بعده ان شاء الله.